أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن الهدف المقبل لتحرك القوات العراقية هو استعادة السيطرة على قضاء تل عفر من احتلال داعش. وفي الموصل تواصل القوات العراقية عملية إزالة مخلفات داعش من الجانب الغربي للمدينة، تزامن ذلك مع عودة مئات الأسر النازحة إلى الأحياء غير المتضررة داخل المدينة، وسط صعوبة كبيرة تواجهها هذه الأسر بسبب انعدام الخدمات الأساسية. أفادت مصادر في المعارضة المسلحة بقتل عدد من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، كما دمرت مدرعات عسكرية عدة عقب استهدافها بصواريخ مضادة للدروع. وأضافت المصادر أن مسلحي المعارضة تصدوا لقوات الأسد والميليشيات في بلدة حوش الظواهرة في الغوطة الشرقية. كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن وفاة أكثر من 70 مختطفا جراء التعذيب الذي تعرضوا له في معتقلات ميليشيا الحوثي وصالح في صنعاء. وذكر بيان للوزارة أن الضحايا اختطفوا من قبل المتمردين من دون أي مسوغ قانوني، وتعرضوا لأنواع التعذيب كافة. كما أكد البيان وجود أشخاص كثر قيد الاختطاف والإخفاء القسري في تلك السجون. ودعت الوزارة الجهات الدولية والإقليمية للضغط على الميليشيا للإفراج عن المختطفين والمخفيين كافة وإيقاف كل الممارسات البشعة التي يتعرضون لها. توج البريطاني لويس هاملتون بلقب الجائزة الكبرى البريطانية للفورمولا 1 للمرة الرابعة على التوالي. هاملتون تصدر نتائج السباق متفوقا على زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الذي احتل المركز الثاني بعد أن تفوق على سائق فيراري كيمي رايكونين الذي حل ثالثا. وجاء سائق ريد بول ماكس فيرشتابن في المركز الرابع متبوعا بزميله في الفريق دانييل ريكاردو. إلى اللقاء.